لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل العيلة، وده يعني في وضع معاكس، فده ممكن يتسبب لمواليد الحوت في مشاكل عائلية، وممكن يخليهم يميلوا للقلق أو لاستدعاء ذكريات مؤلمة. فهقول لمواليد الحوت، حاولوا ان انتوا تقاوموا المشاعر السلبية اللي ممكن تسيطر عليكم النهاردة، حاولوا تكونوا متماسكين وحاولوا تتفائلوا، وما تدخلوش في اي جدال يؤدي لصدام مع الناس اللي حواليكم. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهارده.